مقابله كيف ما شاف الجميع ان مقابله ديال سي بوين كانوا فايتين بنقطه واحده. كنظن ان مقابله مهمه ومهمه بزاف. الحمد لله احنا طلعنا في الترتيب الان. هذه المقابله غادي ترفع المعنويات ديالنا الحمد لله. في المقابله دي في الملعب ديالنا امام الجماهير ديالنا كنشكرهم بزاف انهم كيساندونا دائما. الحمد لله حاولنا حتى جا الهدف. كنبغيو نشكروا جماهير تطوانية المسانده ديالهم طيله المقابله، وكنتمنوا الافضل ان شاء الله في المره الرابعه. الله يعاونكم.